أخبار اليوم. وحضرتك كرمز ثقافي تقول النهاردة عن يعني أولاً أستاذ جمال الوطاني ده علامة كبيرة ومهمة جداً في تاريخ هذا البلد، في أهم الناس اللي أظهروا الإنسان المصري أصلاً بكتاباته بأدبه. لما نقرأ ونصفح كل أعمال جمال الوطاني نحس إن إحنا بنعيش الكيان الحقيقي للشعب المصري، حضارة حقيقية للشعب المصري، أصول حقيقية للشعب المصري، وايضا الثوره الفرنسيه للشعب المصري. سلسله الكيش المصري اللي اصدرها المحرر العسكري من يعني من اروع ما يمكن انك انت تقراها وانك انت تربي الوطنيه اللي احنا محتاجين اولادنا يتربوا عليها بشكل مستمر. اعمال جمال الوطاني محتاج انها تطلع على التلفزيون، تطلع في الاذاعه، تطلع في المسرح. اعمال جمال الوطاني قابله لانها تكون نموذج زي زين بركات يعني اننا نعيد مره ثانيه ما يمكن احنا نقول عليه قوة ونضال وصلابة الشعب المصري في ما يمكن نقابله من المصاعب.